شغرة. أنا جوعان، أنا جوعان. في رمضان، في رمضان الليلة أطباق شهية ووصفات مميزة نقدمها لك مهران وللسادة المشاهدين في كل حلقة وفي كل مساء نكتشف أسرار هذه الوصفات وكيفية تحضيرها. اليوم موضوعنا عن ماذا؟ اليوم عن الكينوا الرضوى، وهو من الحبوب التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للصحة، وهي تدخل في تحضير السلطة، الشوربة، الحلويات والعديد من الأطباق الصحية المفيدة. طبعاً للاستفادة من الكينوا بشكل كبير يتفنن ويبدع الطهاة في تحضير وصفات جديدة من هذه الحبوب المفيدة لجذب الناس إلى الطعام الصحي وتشجيعهم على تبني نمط غذائي صحي ينعكس إيجاباً على حياتهم اليومية. في فقرة مائدة رمضان ينضم إلينا الشيف عمار العقيلي، وهو الشيف التنفيذي لمجموعة ديناميك للضيافة. أهلا شيف عمار وكل عام وأنت بخير. يعني سمعنا أن اليوم كان عيد ميلادك. نعم مزبوط. لو نعرف أنه قبل كنا عملنا لك احتفال ما بتأصل أو قالب كيك أو شيء. مسلم عليك، كل عام وأنت بخير. شكرا لكم. طيب عمار، رح نحكي شوي عن الكينوا. نعم. بآخر فترة كأنه اشتهرت هاي. مزبوط. هي نبتة أصلاً ولا؟ هي نوع من أنواع الحبوب توجدت بجبال الأنديز بأمريكا اللاتينية ووصلت لوطننا العربي مؤخراً، والناس حبتها لأنه غني بالحموض الأمينية، احتوي على العديد من البروتينات. حتى لدرجة شفنا ببعض الأطباق استغنوا عن البرغل وبلشوا يستخدموا الكينوا. تماماً. مزبوط. حتى هي بديل اللحمة لأنه تحتوي على بروتينات كتير كبيرة كمان. جميل. واليوم نحضر وصفات مناسبة للإفطار وللسحور بنفس الوقت، لأنه بتساعد كمان على المعدة ما تكون تقيلة كثير عليه. يعني عمار اللي بياكل الكينوا بتغنيه عن كثير عن أشياء. عن اللحمة تمام. بديل اللحمة تمام. طيب شو محضرنا اليوم؟ اليوم عامل شغلتين، عامل الكينوا بودينج وعامل السلطة الكينوا تماما. الكينوا سلطة هي عبارة عن كينوا مزجها بالطريقة العربية، حاطط فيها الحمص وشوية طحينية وسندر توميتو هي الطماطم الجافة مع شوية الذرة وصلصة الحامض مع زيت الزيتون. هاي تعتبر سلطة يعني؟ سلطة عربية غربية تقريبا. طب هلا رح نشوف يمكن حضر لنا الصحن. تماما بس كبرنا الصحن. تكرم. انه مهران جوعان. تكرم. في عندي البيتروت بيوري. هذا شو هذا اللي عم تحط؟ البيتروت، الشمندر. ايوه الشمندر هو. ومعدج انا هون الكينوا، بلش نعملها بهذا الشكل. طبعا فينا نضيف اي مكون لها حسب ذوق الشخص. خلينا نقرب بس ساعدك شوي نقرب الطبق تماما لحتى الساده المشاهدين يشوفوا التحضير. هي لعبتك يا نور. تفضل. اوكي تمام. طب خلينا نحكي شو مكوناته بس. نحن في حمص بقلبها. حمص أوكي. حب في طماطم مجففه وطماطم فريش، فيها كمان البقدونس وفيها يعني الذره، ورح ندخل عليها هلا الصلصات المختلفه من هي صلصه البطاطا الحلوه. يعني شفنا حطيت الشمندر شمندر تحت السلطة لحتى تختلط تمتزج الطعمة. هي بقلبها كمان في شمندر قطع، وارجع احطها لها كمان شوي تمام. هذا عم ضيف البطاطا الحلوة المهروسة هرس تماما. هذه البطاطا مشوية؟ مشوية بالفرن. نعم تمام. هون كمان الأفوكادو، هريس الأفوكادو كمان بيروح كثير مع الكينوا، بيعطيها يبدو انه الافوكادو مدخل له ايضا شيء لانه طالع لون شوي فاتح. تماما. شويه بصل ابيض عشان ينكه شوي وغير اللون. هون راح ادخل شيء عربي هو دبس التمر. حلو. دبس التمر. نعم كمان شوي اعتبار كمان رمضان وشهر الخير والتمر. ينعاد على الجميع طبعا. هون في عندي بابريكا، سموك بابريكا كمان راح اضيف عليها شوي. شو هذا البابريكا؟ ما عرف فهمني شوي. نوع من البهارات. نوع من البهارات. نوع من البهارات. الشطه بس مش حاده، هي مدخنه تجي. تمام. في مثل ما قلنا هون هذا الشمندر. الشمندر عرفته. ندخل عليها هون.
انت حاسك فنان عمار عم ترسم ما يعني هي لوحه طبعا الفن الفن الطبخ يعني بيقولوا العين بتاكل قبل ال تمام تمام هدول في عندي عادة العين بالفعل ترغب بالمظهر او المنظر الجميل هذول الايتا بالفلاوات كمان بتاكلهم منين قطفتهم هذول عمار؟ قطفتهم من الحديقه برا عنكم يعني شفتك هون قبل شوي تمام هدول فرفحين او هدول هدول بيتاكلوا هدول الاخضر الاخضر لا ريحان سموها ساكورا ميكس هدول بيجوا على طعمات مختلفه نعم اوكي وفي عندي هون كمان طماطم مجففه راح اضيف عليها كمان شكلها بالفعل يعني نعرف هذا جميل اذا ناكله ونتصور جنبه يعني بصراحة. فيك تصور جنبه بعدين تاكله هو كمان في عندي قد ايه بيلعب دور الفن بتزويق الاطباق عمار طبعا كثير مهم يعني مثل ما قلنا العين بتاكل قبل الفم يعني لازم الشخص قبل ما ياكل بشوف نفسيته كيف الصحن يعني اذا كان البرزنتيشن منه منيح نفسيتك بتتعب شوي عندي هون كمان قد ما كثر واحد من الكنوة ما في ضرر ما في ما بيؤدي لسمنه على كل الكتره طبعا كل شيء بكثر منه في له عواقب يعني يعني شيء وجبه واحده باليوم بتكفي يعني حلو هلا طيب خلصنا هيك الصحن ولا في كمان هيك تمام هلا خلصنا هيك بس حطيني شويه زيت هون هي وجبه صحيه تعطي اللمعه هي وجبه صحيه هذا الزيت هذا زيت زيتون ضيفت شوية مي بشان يعطي اللمعة عن هون وهذه وجبتنا هون ما في واضح على الكاميرا هاي الرسمة يلا سمع عمار ممكن بس ترفع لنا إياها شوي تمام هيك هذا هو صحن الكينوا صحن سلطة الكينوا تماما هلا بننتقل ل للكينوا بودينج في شيء عندنا مطبخنا العربي اسمه رز بحليب انا هون بدلت الرز بالكينوا والحليب العادي استخدمت حليب الكوكونات وضفت عليه الدراي فروتس التمر والابريكوت المشمش الجاف بالاضافه للمكسرات ودبس التمر هي يعني هذا الطبق الجديد عمار طبق انا عملته كريتيف يعني من عندي وجربته وكثير حلو الناس عم تتقبل الكينوا بدل الرز صارت هلا تتقبل نعم باخر فتره لا صارت تتقبل كل شيء حتى في الطبق الساخن كينوا السلطات حتى في طحين الكينوا وحليب الكينوا صار موجود حلو لا يبدو انه طبعا لازم يا مهران لازم تجربوا خبروني حاب اشكرك كثير لوجودك معنا وكل عام وانت بخير مره ثانيه وان شاء الله بنشوفك بحلقات ثانيه محمد العقيلي كنت معنا هون ضيف عزيز وشاهدتنا وجمعتنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك